من أعرق وأضخم إنجازات الحضارات القديمة فوق الأرض وتحتها إلى مدننا المعاصرة المواكبة للتطور التقني، قادنا المهندسون المدنيون المبدعون في التخطيط والتصميم للمدن الحديثة. وخلف هذه العقول المبدعة موارد متكاملة في قسم الهندسة المدنية في جامعة قطر. نفخر بأننا جزءا رئيسيا من التطور غير المسبوق في قطر، ونواصل رحلتنا لأعداد الجيل القادم من المهندسين المدنيين في قطر والعالم. جيل مجهز بالمعرفة والمهارات وفخور بتراثه الفريد، يبني ناطحات السحاب والجسور والأنفاق وأنظمة المترو والطرق السريعة ومنصات النفط البحرية والملاعب والمستشفيات والأماكن الثقافية. جيل جاهز لمواجهة تحديات البنية التحتية والبيئة العالمية. اليوم وغدا كن جزءا من هذا برنامج الهندسة المدنية في جامعة قطر.